ما هي أرخص الدول في العالم؟ في البداية تعد سنغافورة أغلى البلدان من حيث المعيشة والسكن، وفي المرتبة الخامسة نجد ليبيا. رغم الأزمات التي مرت بها ليبيا في السنوات الماضية، إلا أن المعيشة فيها تعتبر من أرخص الدول في العالم، حيث متوسط تكلفة العيش فيها بين 400 و 350 دولار. رابعاً، نجد الجارة مصر، حيث تصل تكلفة العيش في القاهرة إلى 350 دولار. فرغم المشاكل الاقتصادية، إلا أن مصر تعتبر من أرخص الدول من حيث المعيشة. في المركز الثالث لدينا الهند. تعتبر الهند صاحبة أعلى تعداد سكاني في العالم من بين أرخص الدول، حيث يصل متوسط تكلفة العيش فيها إلى 330 دولار. أما ثانياً، فتأتي جارة الهند باكستان. تتميز باكستان بكونها أقل الدول تكلفة للعيش في العالم في السنوات الماضية، وبالرغم من تضخم الأسعار فيها، إلا أن تكلفة العيش فيها تصل إلى 295 دولاراً شهرياً. وفي المرتبة الأولى لدينا سوريا. مرت سوريا بكثير من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مما أثر على اقتصادها والمقدرة الشرائية فيها، إلا أنها تعتبر أرخص الدول من حيث تكلفة العيش الذي وصل إلى 250 دولاراً للفرد الواحد شهرياً.